الخير على حضراتكم واهلا بكم معانا. لقاء جديد بيجمعنا من اجمل مكان في الدنيا، من العالمين الجديده، ارض الجمال والاحلام وفعاليات الدوره الثانيه للمهرجان، مهرجان العالم عالمين، المهرجان اللي بيجمعنا كلنا، المهرجان اللي كل واحد يقدر فعلا يلاقي نفسه فيه، يشوف اللي بيحبه وهيلاقيه. فعاليات كتيره ثقافيه وفنيه وترفيهيه ورياضيه، كل حاجة بتناسب أي ذوق وأي عمر. وإحنا مع حضراتكم وفي حد النجوم دايما بنكون حريصين على التنوع اللي إحنا بنتكلم فيه، على إنه إحنا دايما ننقل الطاقة الإيجابية اللي إحنا بنشوفها في المهرجان، ونتكلم على الجمال ونتكلم عن الفن وعن الإبداع. ولقينا الحقيقة وعن جدارة ضفنا، يعني نجمنا الكبير اللي بيقدر الجمال كويس قوي وبيقدر الفن وبألمه وبإحساسه بينقل كل مشاعر المصريين، الكاتب والشاعر والسيناريست الكبير دكتور مدحت العدل، نجمنا النهاردة في حد النجوم. مساء الخير يا دكتور مدحت، منور الدنيا. مساء الفل، منورة بوجودك وبالمكان الجميل وبالكرور الرائع والجو مش عايز اقوله هو سحر قد ايه، يا خساره اللي ما جزر هنا. صحيح، حقيقه يعني. يعني العالمين فعلا بقت مكان للتنفس واحساس يعني مختلف تماما. بس يعني دون مجامله، وانا ما جيتش هنا كتير، بس لما جيت انا حسيت ان في معجزه تتحقق على ارض مصريه. ولازم اقول للناس اللي بتتفرج علينا ان يا جماعه الموضوع مش موضوع فلوس خالص على فكره، موضوع التخطيط، الرؤيه، الانجاز. انت باصص لمصر ازاي بكرة؟ انت عايز اقول للناس ان العالمين بمنطقة الساحل الشمالي في الصيف هي القبلة رقم واحد عالميا في السياحة. انا بلف في الدنيا كلها، عالميا رقم واحد في السياحة في العالم العالمين الجديدة والساحل الشمالي. وده مجهود اتعمل، يعني ده اتعمل امتى؟ انا بمشي منبهر امتى اتعمل كل ده. حاجة الواحد يفخر بيها الحقيقة. ده معناه ايه دكتور مدحت؟ يعني انه مكان كان في وقت من الاوقات ما تقدرش ان انت تدوسه، يعني تخاف، لكن انه زي ما حضرتك تفضلت الرؤية بالارادة وبالتخطيط وبالفكر، انت عندك حلم عايز تحققه ورسالة تقولها للمصريين وللعالم، انت بتعمل ايه؟ احنا نقدر يعني احنا كلمة احنا نقدر دي كلمة بصراحة احنا شعب ملوش ملك، احنا فرعنا يا جماعة، احنا اللي عملنا الهرم ونقدر كل يوم بنعمل هرم وكلهم بنعمل عبور من منطقة لمنطقة أحسن. فإحنا في العبور ده، بمناسبة إن إحنا داخلين على أكتوبر يعني، فده عبور من منطقة صحراوية لكل هذا السحر والإنجاز وأماكن الترفيه. الناس لازم تعرف إن سياحة الترفيه هي السياحة نمرة واحد في العالم. يعني ممكن جدا يبقى عندك مكان ما فيهوش مقاصد أثرية وانت تقدر تحوله لمقصد سياحي عالمي. وانت ما عندك، تخيلي بقى مصر اللي فيها الاثار وفيها الجو وفيها كل حاجه. فاللي انا فيه ده انا شايف بصراحه التوقيت اللي اتعمل فيه واللي انا شايفه حواليا معجزه حضاريه وشيء رائع، ويدل على ان احنا رؤيه 2030 بتتحقق دلوقتي. انا كنت عايزة اتكلم في ده يا دكتور مدحت، انت برضو بتعمل ده، انت مش بتتكلم على مصيف على بحر والناس كام شهر في السنة، لكن فكرة انها تكون مدينة مستدامة وفيها استثمار وفيها فرص عمل، فيها سياحة زي ما حضرتك تفضلت، لكن كمان فيها جامعة، فيها جامعة، كل حاجة، حياة طول العام، بتبني مجتمع حضاري مختلف يجي له الناس من كل حته في العالم. وكانت مشكلتنا ايه؟ انا على فكره باجي هذه المنطقه، انا قضيت شهر العسل بتاعي هنا في المنطقه دي والله. مش عايز اقول من كام سنه يعني، لكن انا عارف المنطقه دي وهي بكر صحراء يعني. بس كنت بتجيها كام يوم وتمشي طبعا. ما هو ده اللي انا بقى هحكي. حتى بعد ما اتبنت كل القرى السياحيه الرهيبه دي اللي اتكلفت مليارات المليارات، كان بيصعب علينا يعني. في الاخر انا باجي كام ويك اند وكلنا من 1/9 مفيش حاجة. كنا في عالم وانتقلنا العالم تاني، وكان بيصعب علينا كل الفلوس دي مرمية هدر. احنا يعني عندنا الجو عندنا في مصر هنا في شهر 11 ادفى من اي مكان في العالم. فالتخطيط لانها تبقى مدينة دائمة الحضور والتواجد على خريطة السياحة العالمية طوال السنة، ده موضوع كبير جدا اقتصاديا وسياحيا ومجتمعيا
وزي ما حضرتك تفضلتي وقلتي ناس بتشتغل وبيوت مفتوحة وإيد عاملة وإزاي تتعامل مع الآخر في كل وقت، فتنقل المجتمع نفسه كمجتمع متحضر يتعامل مع الأجنبي ويتعامل مع الآخر مهما كان شكله لونه ودينه اختلافك معاه، كل دي نقلة حضارية بتتعامل هنا وبتتعامل في المدن الجديدة وبتتعامل في العاصمة الإدارية. بس أنا بما أني في العالمين فأنا دلوقتي هبقى منحاز للعالمين أكيد. طيب فكرة المهرجان، أنا بعمل مهرجان ليه؟ يعني دلوقتي البعض يقول لك إيه، طب يعني وإحنا مش عندنا تحديات وعندنا كذا كذا، بس مدينة بكل المقاومات اللي إحنا اتكلمنا فيها وإن أنت عايز تسوق لها بكل الفرص المتاحة، فكرة إن أنا أعمل مهرجان ده بيخدم إزاي على الفكرة دكتور مدحت؟ طبعا، وكل ده على فكرة هو طول عمره يعني أنا طول عمرنا عندنا زمان بقى ليالي التلفزيون ده تسويق، حفلات الربيع اللي كنا بنشوفها ده تسويق، فما بالك بمدينة بهذه الضخامة؟ وأنا ما هي دي سياحة الترفيه يا جماعة، هو قدرتك على انك تعملي شهرين متواصلين حفلات وناس بتجيلها من كل حتة وعرب، يعني الوجود العربي هنا وانا بشوف طول كتير بشوف كتير على طول حاجة تسعدنا وتنقلنا وفي الاخر الفن له من انوان التنوير والتحضر، ان احنا مصر وجهتها الاولى ثقافية وفنية. انا بنبسط قوي وانا ماشيه كده والاقي يعني عرب او اجانب واقفين كاسر او شباب مع بعض واقفين يتصوروا طبعا ويبصوا هنا وعلى المبنى ده والبحر ده واقفين مع بعض، بتبقى مبسوط فخوره ببلدك فخوره باللي بيحصل. واذا ما كنتيش تجيبي لهم فلان يغني وفرقه رضا انا شايفها بتجذب بتشد الناس اكتر وبتقدمي وجه مصر الثقافي الحقيقي اللي بعيدا عن الظلاميه والتطرف والتكفير، وان احنا قعدنا 50 سنه بيقولوا لنا الفن حرام، فإحنا لازم هذه الصورة الغير واقعية والغير مرتبطة بحضارة مصر وليبراليتها وفكرها إحنا دلوقتي بنحوله لواقع، بناء مدينة زي العالمين الجديدة حفلاتها ده نوع من أنواع التنوير الذين نحتاجه بشدة في هذه الأيام. فكرة التنوع كمان في الفعاليات، يمكن الدورة دي كان في حاجات جديدة دخلت فيها زي المسرحيات، وطبعا حضرتك مهتمة قوي كمان بالمجال ده غير الحفلات الفنية، والمهرجان للطفل أو فعاليات خاصة للطفل، مهرجان نبتة حاجة ليها علاقة. السنة اللي فاتت كان مهرجان الإذاعة والتلفزيون والدراما بالزبط. ونعرف إن في حفلة لعمرو دياب وحفلة الكاظم وحفلة للفنانين كتير جدا 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 وفرق شبابية وألوان جديدة من المزيكا برضو، حالة حراك فني ومجتمعي وترفيهي وسياحي بنقدم مصر فيه الحقيقية. مش دي يا دكتور مدحت ياما اتكلمنا فيها مع حضرتك كتير، قوة مصر الناعمة ثقلها في المنطقة. طبعا هي دي القوة الحقيقية، هي دي اللي خلتنا لمدة 100 سنة، بس عشان الناس تبقى فاهمة برضو ان السينما اول عرض سينمائي اتعمل في العالم اتعمل في فرنسا في مدينة ليون سنة 1895 تمام، العرض التالي له في مدينة الاسكندرية 1896، يعني احنا سبقنا العالم كله فرنسا بس سبقتنا بسنة. اذا وجودنا وقوتنا الناعمة التي انتقلت لكل شعوب المنطقة وافريقيا انتقلت عن طريق الفن، فقوتك الناعمة الفن والغنى والأدب وطه حسين ونجيب محفوظ وكل هذه القوى الناعمة هي اللي مديها لمصر هذه الريادة وهذا الوجه المتحضر اللي بنفخر بيه كلنا زي ما بنفخر بجيشنا وبنفخر بفناننا وبنفخر بعلمائنا وبنفخر بفننا وكتابنا. ده في زاوية كمان يا دكتور مدحت وانت بتتكلم على قوة مصر الناعمة والفن ودي عناصر مهمة في القوة الشاملة للدولة، انت كمان البعد السياسي موجود وحاضر، انك ازمات المنطقة بتكلم طبعا فلسطين السودان، انت كمهرجان حاطت قدام عينيك برضو الرسالة دي وانك توصلها، يعني 60% من عقد المهرجان لأشقائنا بتتكلم عالم فلسطين وعالم السودان، انت بتقول حاجة ده قدر هو ده قدرنا، يحصل ما يحصل قدر مصر أن تكون الأم وأن تكون القاطرة التي تسحب وراءها كل البلدان العربية وقدر مصر أن هي اللي تضحي وأن هي اللي تحارب وهي وكل الأشقاء العرب بيقفوا معانا وبيبقى في تكامل، لكن في الأول وفي الآخر هي الأم وهي الشقيقة الكبرى وهي اللي بتتحمل مسؤوليتها تجاه الشعب الفلسطيني، وشفنا الوقفة العظيمة اللي اتعملت في غزة، وقفة مصر العظيمة بجد اللي حصلت وازاي كانت
واقفه تدعم لغايه دلوقتي غزه. أكيد. فانت جزء من ايمانك بقيمه مصر الكبرى. احنا مش عايزين نقول ان احنا بنتفضل على حد، لكن هذا هو قدرنا. انت بتوظف اي حدث انت بتعمله كمان لخدمه القضيه دي. بالظبط كده. علشان كده انا افخر ان انا في مكان بيقدم 60% منه لاخواتنا في فلسطين ولاهالينا في غزه. وانا بقترح يعني مادام انا موجود معاكي، احنا شويه وداخلين على مهرجان القاهره السينمائي الدولي. صحيح. يجب ان تكون الدوره، انا ضد ان انا اوقف اي مهرجان ولا اي فعاليه فنيه. مفيش اي حاجه تخليني اوقف فعاليه فنيه. انا اقدر اخلي العالم كله يبص على مهرجان العالمين ويتكلم على القضيه الفلسطينيه. وانا بعمل حفلات وبعمل كل حاجه، لان في الاول وفي الاخر العالم يحترم الفن ويحترم من يحترم الفن ومن يقدمه بصوره جيده، وده اللي بيحصل عندنا. فما بالك لما تقولي للعالم كله يا جماعه اللي انتوا شايفينه ده كله الانترتينمنت، اللي انتوا شايفينه ده كله، ده 60% منه رايح للناس اللي في غزه. رساله عظيمه جدا جدا تخدمنا وتخدمها. وحضرتك بتتكلم جه في بالي وسرحت كده في الحلم العربي. والقدس هترجع لينا. اعمال انه الفن بيعبر عن مشاعر الشعوب. طبعا. وبيتعاطى مع قضيه ببعد انساني مهم، وده ده مطلوب على طول، لانه ما بقولك ايه يعني، هو برضو بالكلام او بالغنى، لكن ده سلاحك برضو. ده سلاح. ده هو اهم سلاح. ده انا اقدر بغنوه اللي بيحرك يا فندم. انا اقدر بغنوه اعمل اللي 20 مؤتمر ما اعرفش يعمله. يا جماعه السينما الامريكيه سادت العالم وخلتنا ناكل زيهم ونلبس زيهم. دي اسمها القوى الناعمه. فما تقول لي وطني حبيبي الوطن الاكبر، ولا تقول لي الافلام المصريه، ولا تقول لي ناصر صلاح الدين، ولا تقول لي الحلم العربي، ولا تقولي ما دي قوتنا الناعمه. واحنا دورنا ايه؟ دور رئيس الجمهوريه انه بيعمل كرئيس جمهوريه، دور جيش بيعمل كجيش، دور المهندس بيشتغل كمهندس. كل واحد احنا دورنا كفنانين في مجاله. بالظبط. احنا بنكمل بعض. احنا مفيش حد احسن من التاني. احنا بنكمل بعض. القوى الناعمه بتخدم المسار السياسي. وعدوك يخاف من ده. بالظبط. طبعا انك تحيي المشاعر دي، انك قيمه الفن يعلم. انا يعني بنخش وندخل في حاجات. انا شفت فيلم زمان اسمه الامير الصغير. الامير الصغير ده فيلم انتاج هوليودي، وفي بيقول فيه ان اليهود اللي بنوا الهرم، تمام، كان الرد ان احنا نرد ونعمل افلام. ما تقولش كده، الافلام وثيقه سوف تستمر بعد 500 سنه. فعلينا ان نعي تماما القوى الناعمه وقدرتها على التاثير وجدانيا، وازاي بتغير راي العام العالمي. وما تنسيش ان الراي العام العالمي تغير 180 درجه تجاه قضية فلسطين. صحيح. وبنشوف الجامعات. صحيح. في أمريكا وهم بتخرجوا لأسين العالم الفلسطيني. السوشيال ميديا والقوى الناعمة. صحيح. بالضبط. فلا نغفل هذه الأشياء، وموقف مصر العظيم واضح للعالم كله دون مزايدة ودون أي محاولة للتجني عن هذا الموقف الواضح وضوح الشمس. صحيح يا دكتور. طيب عايزة أرجع لمدينة العالمين وجمالها والأجواء الجميلة اللي احنا بنحتفل بيها يوميا وكل ساعة الحية. انا بقى عايز اخد حضرتك بقى وارجع بقى الشاعر والفنان دكتور مدحت العدل. لو توصف العالمين بجمل شاعريه. ما انا مش معقوله الجو الحلو ده والهواء الحلو. لا اكيد هي مش كده. لا انا عايز اقول لك، انا عايز اقول لك اصلا ان الناس لازم تبقى فاهمه برضو اللي فيه شباب كتير قوي. اتفضل. مش فاهمين ان العالمين دي مدينه ذات او مكان ذات ثقل تاريخي، لان هذا المكان الذي انتهت فيه الحرب العالمية الثانية، ومعركة العالمين كانت هي المعركة. عشان بس نقول للناس برضو صح الأجيال الجديدة قيمة قيمة العالمين تاريخيا، ودلالة ان هي معركة العالمين هي المعركة التي انتصر فيها الحلفاء على المحور، وكانت نهاية الحرب اللي استمرت من 39 ل 45. كانت في هذه الأرض، وفي هذه الأرض هناك شهداء مصريين حاربوا، وهناك من كل دول العالم جنود. عشان كده عندنا هنا مقابر العالمين، بيجوا الناس كلها يزوروا هذا مزار سياحي عالمي، الناس كلها بتجيله من كل حته. فان انت تحول اماكن كانت عباره عن صحراء فيها الغام وفيها وفيها وفيها، خدي بالك دي من دي كانت المنطقه دي كانت مليانه الغام. كانت منطقه خطره جدا. فان تحول الموت الى حياه والالغام الى رغبه
في العيش واستثمارها الناس تاكل وتشرب وكده. فاللي اقدر اقوله ان نحن حولنا ثقافة الموت الى ثقافة الحياة. الله، حلوة ومعبرة جدا. حتى واحنا بنتكلم عن موضوع الالغام يعني برضو نقول للناس قد ايه المسألة دي كانت صعبة، وكنا بنتكلم في قضية والدول العالم ومدى مسؤوليتهم وخريطة الالغام فين وتعالوا شلوها، كانت معارك طبعاً. وفي طبعاً. الاخر بايدين المصريين. ما عشان كده برضو الناس ما تستسهلش الجهد. يا جماعة اللي كل اللي بيشوفونا، انا نفسي الناس كلها تيجي يعني، والناس مهما صورنا مش زي ما تشوف بعينيك. بعينيك صحيح. المنطقة دي كانت منطقة صعبة جدا انك تعمل فيها اي حاجة الا ما تطهرها تماما وتعمل كل شيء فيها عشان تحولها الى كل هذا الجمال. ده مجهود، واللي انا مندهش له ده اتعمل في وقت قليل قوي. قياسي. يعني في بلاد تانية تقعد تعمل في ده 50 سنة عشان تعرف توصل لده. فلازم نحيي مجهود الناس اللي اشتغلت. صحيح. زي ما بننتقد وزي ما بنقول في حاجات مش عجبانة، عليك ان تحترم جهد الاخرين. صحيح. يعني ما تبقاش قاعد زي اللي هو بس انت بتهاجم يعني انتقد، ومن حقك ان تنتقد، لكن كمان من حق الناس اللي اشتغلت نقول لهم متشكرين. شكرا. فده اللي انا شايفه ده، انا بقول لكل اللي عمل هذا الجمال بجد كمواطن مصري بسيط عربي، بقول لهم متشكرين على هذا الجهد الذي تواصل ليل نهار عشان نشوف اللي احنا شايفينه ده. انما الصوره اللي حضرتك رسمتها من دقايق والمعركه اللي قمنا بيها عشان نبني ونعمر ومن ارض يعني موت لارض يعني احلام وحياه، ده ما مش ممكن يعني الحدوته المصريه دي طبعا فيلم مسلسل طبعا 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 يتعامل جدا على فكره. ده قصه بنى المدينه دي هي قصه يتعمل فيلم اللي احنا بنسميه درامي تسجيلي. درامي تسجيلي ازاي ازاي الصحراء دي بقت كده. ده يتعمل واتعمل فيلم عالمي، يعني بتوثق حاجه وثائقيه. طبعا حاجه وثائقيه وطبعا لازم الحته الدراما لازم، يعني انا رايي ده لازم يتعمل لازم. طبعا اكيد كل ده اتصور وهم بيبنوه في المراحل ازاي بقى تعشى ايه وازاي حتى الدوكيومنتري يا استاذه بقى بيتعمل بشكل درامي. صحيح. فانت تقعدي قاعده مشدوده طول الوقت. ازاي تحولي ارض كلها الغام وكلها موت لهذا التحضر اللي احنا شايفينه، ده لازم يتعمل ويتوثق للاجيال اللي جايه، مش لينا كمان احنا شفنا ده، لا الاجيال اللي جايه لازم تعرف ان ابهاتكم وجدودكم تعبوا عشان يعملوا لكم اللي انتم شايفينه ده. صحيح. قول لي يا دكتور مدحت، اكتر حاجه بتحبها يعني في اجواء زي كده البحر والهواء الجميل وطاقة إيجابية والواحد ياخد نفسه كده، إيه طقوسك أو أنا إيه أنا حاجتك كده؟ أنا أصلا من عشاق أصلا العالمية، بقولك أنا قضيت شهر العسل بتاعي هنا. مش عايز أقول من قد إيه ده، لازم بقى الذكريات دايما ترجع زمان جدا. يعني أنا أولادي دلوقتي بيعملوا دكتورات وبتاع، فتخيل بقى أنا قضيت شهر العسل هنا قبل ما يتولدوا. فأنا أصلا من عشاق المنطقة دي. وعملت فيلم بتكتب هنا بكتب هنا انا عملت قصيدة. فيلم تسجيلي رائع عن الواحات وعن مرسى مطروح من 5-6 سنين. وبحب المنطقه وبحب ويعني فندق العالمين ده اللي هو برضو فندق مهم جدا جدا اللي كان بيبقى فيه مفاوضات وكده، انا كتبت حاجات كتيره جدا فيه، اشعار ليا كتبتها هنا وافلام ليا. وعايز اقول ان انا كتبت مسرحيه كوكو شانيل بتاعه شريهان كلها كتبتها هنا الساحل الشمالي. هو مكان موحي وساحر ملهم بالطاقة، وشواطئ مش موجودة في العالم كله يا جماعة. مش عايز اقول انا لفيت الدنيا كلها، احلى شط في العالم الشط بتاعنا ده، مفيش زيه اصلا. يعني انت بتحب تكتب اكتر واعمالك في البحر والجو الجميل طبعا ده والعالمين او طبعا الساحل. والحاجات بقى اقولك بتطلع مبهجة يعني في حاجات تكتبيها تطلع دمها تقيل خلاص، او يعني كئيبة مش لازم مش هينفع تقيل. هنا لكن هنا صعب تطلع حاجة دمها تقيل، صعب وانت مبسوط تطلع حاجة انت فرحان ومبسوط ومبتهج فبتطلع حاجات حلوة يعني. اكيد. انما ما يجيش على بالك حاجة من الاشعار كده واحنا قاعدين، حاجة حاجة كتبتها بتحبها يعني، اهو الهوا اهو قدامنا وحاسين بيه. لا انا بحب كنت بعمل بمناسبة الاخر يعني. فانا كنت بعمل، انا باجي هنا صيف شتاء على فكرة، مش باجي صيف شتاء يعني، باجي هنا في الشتاء الجو هنا تحفة. انت عندك ولاء للمكان رهيب غير طبيعي غير طبيعي. اللي يجي الساحل الشمالي او العالمين او كده احلى مكان في العالم صيف وشتاء. فانا كنت فاكر ان انا
بكتب كان الدورة الأفريقية وكانت سميرة سعيد اللي هتغني الدورة الأفريقية. فأنا كتبت مقطع كده بقول عشان الآخر والناس اللي بقول رغم اختلاف اللسان وإن البشر ألوان متفرقين في النوايا والشكل والأديان، لكن إلهنا واحد، رب البشر واحد، بالحب جمعنا وكلنا إنسان. هذا المكان هنا يديك هذا الإحساس، الأجانب اللي تشوفيهم والعرب اللي بتشوفيهم كلنا جايين نتبسط تحت شمس مصر وسماء مصر وأرض مصر، وربنا اللي مجمعنا كلنا على حب هذا الوطن. بمناسبة الأغاني والحفلات، التنوع بقى والنجوم اللي عددهم ما شاء الله من السنة للسنة اللي بعدها بيزيد من مصر والعالم العربي، وأكيد يعني بنتكلم الكينج وعمرو دياب وحتى مطربين التسعينات والثمانينات، دي جميلة دي جميلة. أنا مش هنسى السنة اللي فاتت لقطة انتشرت جدا على السوشيال ميديا لمقطع وقابلتك أنت لقيتك بتغير كل حياتي. قاعد جمال بخيت وقاعد عرب وقاعد مذيعات كانوا موجودين في الحفلة والمدرج كله بيغني نفس الغنوة، حالة البهجة دي بتتنقل لنا. البهجة معدية والكآبة معدية، فيا ربي على طول خليها حالة بهجة، لأن يا جماعة صعوبات الحياة كتيرة على كل الناس. فما يبقى عندك لحظة سعادة ما تفوتهاش. أنا عندي بمناسبة السعادة، يعني أنت بقى أنت اللي فتحت، يعني قولي السعادة نسبية يعني 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 أنا عندي غنوة كده كانت بتغنيها يسرى بتقول السعادة تبقى إيه؟ إمتى أحس إني سعيدة ولا ليه؟ ليه ساعات القلب يرجع للصبا تبقى كل الناس لذيذة وطيبة ونجوم سمايا أحس بيها قريبة، وإن مهما الكون قسي هقدر عليه فستان ونفسي فيه حلق وهقابله بيه، في السيما دموعي نازلة بنشوف لحن الوفا، في الصيف والدنيا ولعة الفرحة مية ساقعة، وفي عز البرد أشوفه أحس بالدفى. السعادة تبقى إيه؟ السعادة بسيطة أوي يا جماعة، حاجة صغيرة تسعد بسيطة. كل يعني واحد والواحد حران كوباية مية ساقعة بالنسبة للدنيا باللي فيها، صح. فاستثمروا لحظات السعادة، مش بنقول عيشوا وهم، لكن الوقت اللي تعرف تبقى سعيد فيه ما تفوتوش، عشان ده هيخليك تتغلب على الوقت الصعب، يديلك الدفعة يعني دي. حاول تتبسط، حاول بالمتاح تبقى سعيد ومبسوط وكل حاجة في الدنيا. وعلى فكرة مش بنقول الكلام ده لا بنغيب الناس ولا بنقول لهم كلام مش واقعي، لا، بس حاول. السعادة صعبة، لحظات السعادة قليلة، افرح بيها واسعد وتعالى وشم هوا. ممكن جدا يبقى عندك قصر خلاص، وممكن يبقى عندك شمسية على البحر وهتتبسط برضو وتسعد، مجرد انك تمشي في الشوارع هنا تأكد انك هتبقى سعيد مع الأجواء الجميلة. وصحيح الحياة فيها وفيها، لكن الحلو في حياتنا ازاي نستثمره ونكبره علشان يعني نتغلب على أي وقت صعب. من العالمين الجديدة ومهرجان العالمين ونجمنا في حد النجوم دكتور مدحت العدل، فاصل ونرجع لحضرتك. نرحب بحضراتكم معانا مره تانية، ومن مدينه الاحلام مدينه الجمال العالمين الجديده ومهرجان العالم عالمين في حد النجوم ضفنا النهارده ونجمنا طبعا الشاعر والكاتب والسيناريست الكبير دكتور مدحت العدل. مرحب بيك مره تانية دكتور. اهلا وسهلا. انبسطت قوي في الجزء اللي فات من حلقتنا في اجواء مدينه العالمين والساحل، يعني عرفنا ان حضرتك ده مكانك. بيتك. وعلى فكره طب عايز اقول للناس حاجه، انتوا عارفين شوية ذكريات بقى، يلا. ان الفنان الكبير احمد رمزي كان ساكن هنا، كان ساكن في مدينة سيدي عبد الرحمن لا يبرحها، صيف شتاء عامل بيت وقاعد فيه، ده عمر عمر وبيحبها جدا، وكل المنطقة سيدي عبد الرحمن او قرية سيدي عبد او نقول مدينة بقى لانها كبرت قوي، كانوا عارفينه وبيروحوا له البيت، ولغاية دلوقتي له ذكريات عظيمة في مدينة سيدي عبد الرحمن. انت تقعي في سحر هذا المكان. واتذكر من انا قاعدين بقى نفتكر يعني ان لما عملت فيلم همام في امستردام سنه 99 ورحنا اتفرجنا على نسخه العمل، حسيت ان الايقاع مش عاجبني بعد ما تصورنا وخلصنا الفيلم، فجبت بعضي وجيت هنا، كانت مراتي موجوده واولادي صغيرين لسه بتعلموا عجل وكده يعني،
وقعدت عملت كتبت تتابع الفيلم من اول وجديد من اول واحنا بعد ما خلصناه وصورنا صورنا وخلص وخدت التتابع ده كتبته هنا وخدته منتجنا على التتابع يعني المشهد الاولاني كذا المشهد الثاني كذا هنزود هنا كذا هنصور كذا صورنا تمام والحمد لله من عايز اقول ايه من جمال المكان انا ذهني كان صافي إيه؟ عمل فيك ايه خلاك تغير ايه غير والفيلم الحمد لله طبعا يعني طبعًا نجح نجاح غير طبيعي فبرضه لهذا المكان الفضل لان انت بعض الاحيان انت بتحتاج مكان يديك احساس بالايجابيه والطاقه ففي ناس الناس الايجابيه تخلق لكل مشكله حل والناس المتشائمة او السلبية تعطي لكل حل مشكلة شوف الفرق يعني الايجابي اي مشكلة يقول لك حلها ايه الراجل السلبي لو قلت له حل يخلق لك له مشكلة يقول لك لا ما ينفعش فهذا المكان مكان ايجابي يخليكي قاعدة مبسوطة وبتفكري وعايزة تبقي فرحانة بالحياة تنتصري للحياة هو شكل الطبيعة بتبقى بالنسبة للفنان يعني مفتاح يعني بوابة انك تدخل بيها في العالم بتاعك الخلا البحر يعني مش عايز اقول كلام يعني مش عايز اقول كلام يعني مش عايز اقول كلام يعني يبدو كأنه مثقف وكده لكن في بيت شعر عظيم في رباعيات الخيام بيقول ان تفصل القطرة من بحرها ففي مداه منتهى امرها يعني انت قاعده في البحر الشمس تيجي على البحر تبخر الميه تمام ثم تطلع فوق وبعد كده لما الجو يختلف تنزل مطره تاني في نفس البحر فان تفصل القطره من بحرها ففي مداه منتهى امرها يعني القطره اللي اتبخرت رجع للبحر تاني فانت تقعدي بتفكري هنا تقعدي تفكري في الخلق وفي ربنا وفي التصوف وفي الجمال وفي البهجة المية اللي قدامك والموجة بتجري ولا الموجة عايزة تطولها تضمها وتشتكي حالها من بعد ما طال السفر ايه الجمال ده الله. كل ده من البحر من البحر صحيح قولي يا دكتور مدحت بما اننا عمالين بنسترجع ذكريات حضرتك مع اعمالك وكتابتها هنا والاجواء الجميله عايزه اتكلم كمان يمكن احنا كنا من فتره برضو مع بعض بس في الاستوديو عندنا في الحياه وكنا بنحتفل بكوكو شانيل وشارلي شابلن ومسرحيات فانا عايزه اتكلم سينما مسلسلات مسرحيات دكتور مدحت بيفكر في ايه دلوقتي بيحضر لايه انا بحضر دلوقتي انا و المخرج المبدع احمد البوهي اللي عملنا مع بعض شارلي شابلن وانا بحبه جدا وبعتبره ابني يعني بنعمل روميو جولييت برضه ميوزيكال وان شاء الله تنطلق يعني في شهر 11 انت مركز قوي في المنطقه دي خلاص حبيتها عملت كوكو شانيل وبعديها روميو جولييت سوري شارلي شابلن ودلوقتي روميو جولييت وانا بعتبر نفسي شاعر الاول وبعد كده ابقى بكتب دراما فالاصل هو الشعر بالنسبه لي فانا بحب الشعر الغنائي واول فيلم عملته كان ايس كريم في جليم كان غنائي صحيح. فانا بحب المنطقه دي وفي موضوع تاني انا اتمنى ان احنا نعمله اللي هو السيره الذاتيه للعبقري جمال حمدان اللي عمل عبقرية المكان واتكلم على العالمين واتكلم على صحراء مصر الغربيه ف اتمنى ان استطيع ان انا اعمل هذا العمل طب انا اسمح لي هقف عشان انا عايز اتكلم على المشروعين اتفضل بس الجزء الاولاني من كلام حضرتك الاعمال الفنيه الغنائيه وفيها العروض المسرحيه او العروض الاستعراضيه وكل الكلام ده انها ترجع وبقوه دلوقتي يعني كانت زمان موجوده الحقيقه وبعدين ما فيش وبعدين رجعنا واحده في واحده شايف حضرتك انه الاقبال والشباب والاسر التذوق المنطقه دي او اهميه المنطقه دي ان تبقى عرض متكامل على المسرح قيمته ازاي دكتور مدحت قيمته ان الناس لما بتقدم لها حاجه كويسه بتحترم عقلها
لا وكمان اعمال عالميه ومصرناها وفي نفس الوقت من غير ما تبقى ثقيل الظل. اها يعني انت مش معنى ان انت بتقدم شكسبير انك تبقى متجاهل. فان احنا لما قدمنا كوكو شانيل العدل جروب استاذ جمال العدل هو متزعش ما اتعملش مسرح, اتعمل على منصه ونجح جدا. تمام. التجربه كانت اكثر جراه في تشارلي شابلن. اوكي. ان كان كله ميوزيكال, فاحنا عرضنا في الرياض وفي جده والحقيقه كان استقبال خرافي. انا بحيي الجمهور السعودي من هنا, هو اول حد فتح نفسنا. ثم جينا عرضنا في مصر 60 ليله عرض, لم يخلو كرسي واحد لمده 60 ليله عرض نتكلم ميوزيكال عن تشارلي شابلن و ومش عرض كوميدي على فكره, وعرض عن سيره حياه تشارلي شابلن. لا يا جماعه الناس وكل فئات الناس كانت موجوده, وطلبه مدارس وناس من اسكندريه وناس كانت بتيجي من البلاد العربيه, شجعونا وقالوا لنا احترم عقل الجمهور يحترمك ويزودك ويكبرك ويدفع فلوس عشان يجي يتصرف عليك. دلوقتي ده اللي شجعنا ان انا وابوهي اللي عملنا تشارلي نعمل روميو وجولييت. لا اعمال قيمه وبتارخ وتسجل وتوعي وناس تبقى عارفه معلومه وبتقول كمان مره مصر تستطيع بناسها بسياسيها بشباب بفنانينها بكل حاجه. احنا انت بتغير بتمصر قوي في يعني اكيد الفكره نفسها زي ما هي, بس انك تديها التاتش المصري او الحته اللي يبقى المشاهد المصري والعربي عايزها. بصي انا يعني بحاول تشارلي شابلن ان انا ابقى يعني انساني. تمام. اكتر ما ابقى مصري او سعودي او انجليزي. الذي يبقى هي الانسانيه. مفهوم. الحب, الخير, الحسد, الكره, هذه المشاعر الانسانيه انا لما اقدمها مصري هيفهمها والسعوديه هيفهمها والانجليزي هيفهمها وكل هذا. فاحنا طول الوقت لما اكون بعمل حاجه عن مصر اكيد هيبقى لها صبغه مصريه, لكن كلما كنت شاطر كلما راعيت البعد الانساني. وانا لما جيت اعمل الحلم العربي انا والاستاذ صلاح الشنوبي والمرحوم حلمي بكر والفنان الكبير حميد الشاعري لان هو كان مشارك اساسي في العمل يعني وكل المطربين الكبار, انا رعيت في الكتابه وطارق العريان طبعا كمخرج رعيت في الكتابه ان انا لو اترجمت الاجنبي يفهمها. انما عمل زي الحلم العربي اللي احنا فيه دلوقتي ما يستفزش حضرتك تعمل عمل مماثل؟ لا ليه بالعكس. انا شايف ان يعني الناس بتاخد الحلم العربي ان احنا لازم نبقى كلنا دوله واحده. لا يا جماعه, في مرحله من المراحل لما فلسطين احتاجت مصر, مصر كانت موجوده, ده حلم عربي. في لحظه من اللحظات بعد ثوره 30 يونيو لما الناس كلها كانت بتتكلم على مصر واقفه ضدها, وقوف العرب جنبنا, السعوديه والكويت الامارات الاردن البحرين, وقوفهم جنبنا وخروجهم للمحفل الدولي ده جزء من الحلم العربي. صحيح. وهكذا يعني احنا مش لازم نبقى دوله واحده لكن بنتكامل بشكل يدعو ان الحلم العربي موجود عكس ما كل الناس بتقول. الحلم العربي هيفضل موجود. ولن انسى ان هذه الاغنيه اللي طلعت سنه 96 كانوا الاطفال بيغنوها من الجزائر للخليج كلهم, ده دليل ان احنا عندنا الحلم العربي ده موجود. ولا ننسى برضو للشباب اللي بيتفرج علينا ان الوحده الاوروبيه دي حصلت بعد حروب دمويه دامت مئات السنين بين البلاد الاوروبيه, في الاخر اتحدوا ولغتهم مش واحده. احنا بقى ما فيش بيننا حروب وعندنا نفس اللغه ونفس الفكر ونفس الهم المشترك, فالحلم العربي جاي جاي ان شاء الله. ارجع للجزء الثاني بقى من كلامنا متعلق بالاعمال والجديد وعمل يؤرخ وسيره ذاتيه لطبعا استاذنا وكاتبنا الكبير والمؤرخ دكتور جمال حمدان. طبعا احنا بنقول حتى في الاعلام وفي البرامج وبنستشهد يعني كلام دكتور جمال حمدان ووصفه لمصر وكل هذه الامور, لكن مهما تتكلم غير لما يكون فعلا في عمل في مسرحيه في فيلم الكلام ده كله. هو الحقيقه الاستاذ جمال حمدان العالم الكبير اللي عمل, يا جماعه الشباب برضو اللي بيسمعونا, الاستاذ الدكتور جمال حمدان هو عالم عبقري من عباقره الجغرافيا وراجل سياسي عمل كتب كتيره جدا جدا من ضمنها او من الاكثر شهره هو مصر عبقريه المكان. عبقريه المكان. هو واحد كان واخد دكتوراه من انجلترا واتعرض عليه ياخد الجنسيه الانجليزيه ورفض,
وجي مصر هنا وكان سيرة ذاتية عظيمة جدا جدا، وراجل قعد آخر 30 سنة من عمره في شقته بيكتب بس. يعني أنا كنت يعني إذا كان هناك أبو العلاء المعري بنسميه رهين المحبسين بيته، وإنه كان كفيف البصر، فأنا بسمي جمال الحمدان رهين المحبسين الجغرافيا وعشق مصر. فده كان جمال حمدان. والحقيقة عمل مسلسل عن جمال حمدان هو جزء من هيبقى مسلسل دكتور مدحت صح؟ مسلسل إن شاء الله. هو جزء من مشروع تهتم به مؤسسة الرئاسة عن تأصيل الشخصية المصرية، منها ان احنا نعمل جمال حمدان، ثم نعمل بليغ حمدي، ثم نعمل طه حسين، ثم 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 تأصيل الشخصية المصرية. بمعنى ايه؟ عشان دي مهمة، دي قضية، وانت بتتكلم على قضية الوعي والانتماء طبعاً لبلدك، وانك تبقى فخور ببلدك وبرموزها، وده يتنقلك. لازم تعرف مين هو جمال حمدان. انت لو معرفتش جمال حمدان لازم تعرف مين جدك ده. وزي ما بنفخر بالحضارة الفرعونية، وبنفخر، ما احنا بنفخر بعالم زي ده، بنفخر بأحمد زويل، وبنفخر بطه حسين ومستقبل الثقافة العربية، بنفخر بدول. فانت ما بتأصل هذه الشخصية المصرية عشان تقولي للي جاي، انت مش طالع من فراغ، ولا انت طالع نبت غريب، انت طالع لانك انت استمرارية لعلاء العظماء. فده جزء من فكر مؤسسة الرئاسة، ان احنا نأصل للشخصية المصرية. صحيح. فنعمل مسلسلات ونعمل افلام ونعمل 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 علشان الاجيال اللي جاية، من اولها العالم الدكتور العظيم اللي انا شخصيا بعشقه الدكتور جمال حمدان. دكتور مدحت، وحدا بتتكلم عن عمل يؤرخ للسيرة الذاتية للعالم الكبير طبعا دكتور جمال حمدان، وقلت ده تأصيل الشخصية المصرية وتحديات بتواجه بلدنا وبتواجه شبابنا، فلازم نكون حاضرين بالقدوة والنماذج الإيجابية في تاريخنا وفي حاضرنا كمان. هنا ده يخليني أرجع لحضرتك وقضية حضرتك مهتم بيها، يمكن كلمنا فيها كتير قوي، إنه الأعمال الفنية اللي يكون لها قيمة ويكون لها رسالة وتكون دراع مهم في المعركة دي. فبتشوف إزاي برضو الإنتاج الفني والسينمائي في الفترة الأخيرة اللي بيخدم على القضية اللي بنتكلم فيها؟ بص، عشان ما برضو كمان مرة عشان ما نقولش كلام يبدو مقعر للناس، أنا لو دخلت فيلم ضحكت وخرجت أنا مبسوط، دي رسالة برضو. تمام طبعا، خرجني برا همومي مبسوط، فيلم اكشن، فيلم كذا، مبسوط صح. مفيش مانع ان يبقى في زي ما بنقول كده سكند لاين او خط تاني. ان انا مع الضحك ده بقدم رسالة، يبقى جميل. كل ما كان في لايرز للعمل، كل واحد احنا مختلفين الثقافات ومختلفين الافكار، فانت هتاخدي بنوته حلوه، هتشوفي قصه حب الحرط اليهودي اللي انا كنت عامله. في ناس هتشوف مصر الكوزموبوليتانيه اللي كانت بتقبل الاخر، يهود ومسلمين ومسيحيين، ده خط تاني. تمام، واخده بالك؟ ناس هتشوف في زاويه تانيه، هتبص على زاويه تانيه، الجيش المصري والثوره لما اتعملت زاويه ثالثه. اذا انا يعنيني ان تصنع فن، ما هو يا فن يا لا فن، تصنع فن حقيقي. يعني ايه تصنع فن حقيقي؟ يعني تتعب على شغلك، تتعب في الكتابة، بتتعب في الانتاج، تصرف عليه، تهتم بيه. هو مش في اصل كلمة ان انا بعمل فن هادف مش عارف ايه، ده شوية بيخلينا نخش في حتة دعائية انا ما بحبهاش. يعني انا اعمل عمل ممتع وخلي الناس تستنبط منه كل اللي هي عايزه تستنبط. بس هو مش لازم يكون الفن هادف او في رساله، او اخرج من العمل او بعد ما اتفرجت العمل غير حاجه، خلاني افكر في حاجه. هو ده، مش عايزين نسميه فن هادف. عايزين نسميه فن حقيقي يخليك تحس بالتواصل وبالمتعه، ويحسسك ان انت كنت داخله بحاله وخرجت بحاله. انا قصدي كده، غير فيا شيء، والافضل شيء ايجابي. انا بس بقول ليه، ما بقول كده كلمه، في كلام كده كليشيه شويه، فن هادف، فن له رساله، ده دي وسائل تعليميه. الفن لا، مش مدرسه ومنهج. انا مش بقول، انا بس بقول عشان الناس، اصل الكلمه دي بصادفها كتير. انت عايز تقول ايه من ورا الفيلم؟ انا عايز اعمل فيلم حلو، وانت شوف انا قلت ايه من وراه.
انا وخاصة انا عملت امريكا شيكابيكا عن الهجرة غير الشرعية سنة 93. اصل اعتقد ان لو رسالة مباشرة المشاهد هينفر منه. هو ده اللي انا عايز اقوله. انا بقدم حدوتة ناس فكر انت هاجروا امريكا شيكابيكا وقلت يعني ايه كلمة وطن، ويعني وقلت اغاني حلوة، وقلت عن يعني كلمت عن المصريين لما بيهاجروا قبل حتى قضية الهجرة الشرعية ما كانت لسه حدش اتكلم عنها. فانت التقطت شيء قدمته عن ابناء وطنك وقلت للناس دول بلدكم اولى بيكم، وقلت لبلدك خدي بالك من ولادك خلاص، وقدمت من خلال حدوته بسيطه فيها غنى وفيها محمد فؤاد وفيها وفيها وفيها. انا اقصد اقول لما بقدم صعيدي في الجامعه الامريكيه مثلا كفيلم، فالناس دخلت وضحكت وفرحت وبتاع، وناس خدت الرساله ان انت ممكن جدا تنبهر بشيء انت جواك احسن منه. مثلا يعني رسالة بسيطة جدا وسهلة، ان احنا حتى هنيدي بيقولها في الاخر احنا مش احسن من اي حد، بس ما فيش حد احسن مننا. عظيم. ببساطة يعني. طيب اسمح لي اطلع لفاصل دكتور مدحت، وبعد الفاصل بمنحنا اتكلمنا على القضايا اللي تستفز المشاهد او تخلي المشاهد يبدأ يفكر او توصل رسالة من وراه، لكن انت اللي عليك انك توصل لها. بعد الفاصل نكمل في المنطقة دي والقضية اللي بيحلم دكتور مدحت او حاجة عايز يكتب عنها ولسه حلم مؤجل. بعد الفاصل نعرف ايه هو. بنرحب بحضراتكم معانا مرة تانية من أرض الجمال والأحلام من العالمين الجديدة وحد النجوم، ومنورنا النهاردة ضيفنا الكبير النجم دكتور مدحت العدل. وكنا قبل الفاصل بنتكلم أو بسأل سؤال، نفسك تعمل إيه؟ إيه الحلم اللي مؤجل تحقيقه لغاية دلوقتي ونفسك تعمله؟ أنا بحلم طول الوقت، وأنا اللي كاتب نحلم على كيفنا نقلب عذاب خوفنا. نكتب على كفوفنا قلبين وسام اترمى، ما يهمناش الليل ولا الف جرح وويل، طول ما الحياه بتميل نعدلها واحنا سوا. طب ما تغنيها. ما بتغنيش ليه؟ بكتب بس. مش حد من عيله العدل يغني، احنا نقول شعر بس. لا طبعا انا طول الوقت بحلم لبلدي انها تبقى احلى بلد في العالم، بحلم لاولادي يبقوا احسن ناس في العالم، بحلم بفني ان انا اكتب حاجات طول الوقت، عندي مشاريع نفسي اعملها، مش عارف اقول يعني نفسي. انا مثلا نفسي اكمل في الميوزيكال، نفسي اعمل اغاني ميوزيكال، عندي احلام ان انا اعمل قصص حياه ناس ميوزيكال، نفسي اعمل اقرخ زي ما كنت بقول لحضرتك للشخصيه المصريه انا وغيري، يعني مش انا بس اللي هكتب، بس ده حلم. ومش معنى كده برضو كلام للشباب ان انتوا اقل من اي حد، جواكوا هتلاقوا جمال حمدان، وجواكوا ناس بيطلعوا اوائل في كل حته في العالم، ومشرفيننا في مايكروسوفت، ومشرفيننا في هنا، ومشرفيننا في كل حاجه كشباب. بس احنا بنحب دايما نقول ان انتم امتداد لناس كويسين قوي، انتوا مش طالعين كده. فكل جيل مش احسن من الجيل اللي قبله ولا احسن من الجيل اللي بعده، كل جيل في مصر جواه وطنيه وجواه حب وجواه حلم لهذا الوطن. يعني احلام كتير قوي قوي لو قعدت من هنا ثلاث حلقات هقولها، لكن على الاقل بحلم طول الوقت بالستر والصحه والفن الجميل لبلدي والاهلي والوطني وكل العالم العربي. يا رب امين. انا بقى كده ايه كام سؤال كده على الماشي. اتفضلي. عشان اسماء اعمال حضرتك كلها ملهمه ومستفزه. اتفضلي. وتخلي المذيعه سهل قوي نسال عليها سؤال. من شويه كنت بتقول امريكا شيكابيكا وقضيه الهجره غير الشرعيه والحلم الامريكي والكلام ده. اللي بيحصل دلوقتي في امريكا يا دكتور مدحت، يعني هي شيكابيكا، الحلم الامريكي فين، الحاجات بقى، القضايا شايف ازاي؟ لا شيء يتغير. هو نظام عالمي له مآرب وله حاجات تحقق مصالحه حتى لو كان على حساب شعوب اخرى، وطول عمر ده موجود، والامبراطوريه التي لا تغرب عنها الشمس اللي كانت انجلترا في يوم من الايام ما كانت بتعمل ده لانها مستله الهند ومحتله، فده المصالح الاستعماريه او الامبرياليه او 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 موجوده. بس اللي انا ببشر بيه الناس ان الحضارات، او بلاش اقول الحضارات، القوى العظمى لا تدوم،
لا يمكن تدوم. فين الفرس وفين الروم وفين 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 وفين؟ الامبراطوريات كان بتغيب. الامبراطوريات لا تدوم والامبراطورية الرومانية و فإذا كان القرن الحالي هو قرن أمريكا، فأنا متخيل أن بداية من 20-30 سنة جايين هيبقى القرن الصيني، وهتستمر علينا أن نعي ذلك تماما ونلتفت لأن هناك قوى عظمى جديدة ناشئة طالعة. ده حال الدنيا طول الوقت. انا كنت هسألك السؤال ده حالا لان احنا هرجع للسياسة برضو، دي منطقتي وانا بكلم كمان مفكر وسياسي ومراقب ومتابع للاوضاع. فعلا بكلم على نظام عالمي جديد وتوازن وجود الصين مع روسيا وامريكا وشرق، لكن مصر او العالم العربي والتوازن او العلاقات المتزنة شرقا وغربا ومصالحنا هي الاساس. حضرتك قلت دلوقتي نستعد ونتحضر كعالم عربي وكمصر. انا لازم اقول وانا كذا مش اول مره اقولها يعني. اتفضل يا دكتور. انا اشدت بالسياسه المصريه الخارجيه اللي بقى لها 10 سنين، لان الحقيقه احنا كنا وصلنا لمرحله ان احنا ملناش اي راي في اي قضيه، ووصلنا ان احنا تركنا افريقيا لاسرائيل. افريقيا اللي كانت اصلا ايام عبد الناصر كل ما يحدث في افريقيا من عندنا من هنا احنا تركناها تماما ونسيناها، لأمنك القومي وظهرك ونسيناها، الى ما يحدث دلوقتي وهذا الوصول لكل بلد افريقي والمهرجانات اللي بتتعمل ومصر تمد ايد المساعدة لافريقيا والاوروبا وسفر الرئيس للصين والتوازن مع روسيا والتوازن مع كل حاجة. دي سياسة خارجية محترمة جدا جدا، واكيد مش انا اللي هقول لهم يعملوا ايه، لكن انا كراجل مجرد مثقف قارئ انا بقول ان السنين اللي جايه هي سنين للصين، فناخد بالنا ان اسرائيل هتحاول تقرب، فعلينا ان نعي تماما هذا التوازن العظيم اللي معمول ونحاول نزوده. من اسماء اعمالك برضه يا دكتور مدحت، مين البطل في حياه دكتور مدحت العدل؟ لا هم ابطال مش بطل. ماشي. أبطأ. اول حاجه امي الله يرحمها. الله يرحمها. لان دي اول حد في حياتي شجعني ان انا اقرا، وكانت بتديني جوائز لما اقرا كل كتاب. من سن كام؟ من اولى ابتدائي. انا بقرا من اولى ابتدائي. يعني انا قريت مكتبه المدرسه كلها في اولى ابتدائي. الله. يعني ووالدي لان انا والدي اظن انت بيصعب عليك قوي الاولاد دلوقتي الموبايل والانترنت والكتاب بقى مش نفسي يقروا حتى لو على الموبايل برضو. يعني انا اهتميت باولادي قوي قوي في الحته دي، المكتبه جوه البيت هم اتعودوا على القرايه، بس ده انا لان انا شفت ده في بيتي ومش عارف اقول عيلتي كلها كل واحد فيهم له تاثير في حياتي. سامي العدل الله يرحمه ده واحد من ابطال حياتي، اخويا الكبير رمز والاهداء العدل. لروح طبعا فنانك الكبير سامي عدل الله يرحمه في كل عمل ده. يعني مش قادر اقول لك احنا كمشاهدين دي حته اللي هو ايه ده الوفاء ده نبقى دايما ذاكرينه ونترحم عليه، لان الحقيقه هو دي الحقيقه. يعني احنا مش بنعملها نوع من انواع الكومبليمون ولا المجامله، الحقيقه ان هو سامي كان عمود الخيمه في حياتنا الفنيه. يعني اخويا الكبير اللي ربنا يديله الصحه وطوله العمر، اللي انا كاتب عنه في قصيده اول اخ مسكني الكتاب سمعني بيتهوفن وهي درس النحو وفصول الحساك. هو كان بيسمعني سيمفونيات وانا صغير وكده. كل اخواتي لهم كل اثر في منطقه. جمال صديقي الصدوق، دول كاسره يعني. لكن انا بدين لحياتي كلها وانا كاتب قصيده اسمها اهداء للزمن اللي صنع حد اسمه مدحت العدل، طه حسين وبليغ حمدي ومفكرين كتير قريت لهم وانا صغير، ونجيب محفوظ، وهذا الزمن بطل في حياتي. هؤلاء الاشخاص هم الابطال اللي في حياتنا الحقيقه، يعني هم دول الابطال الحقيقيين اللي صنعوا جيلي، مش انا مدحت العدل، جيلي وجمال بخيت الشعر الكبير وعصام عبد الله وجيل كبير كبير قوي، انا بتكلم على الشعراء يعني، حتى الجيل ده كله اتكون من هؤلاء الابطال اللي احنا مشينا على دربهم وتعلمنا منهم وندين لهم بالوفاء وكل الإخلاص. بمناسبة الشعر والفن والمطربين، هنا بنسمع بتمزج بمين؟ بصوت مين؟ بكلمات مين يغنيها؟ حديث وقديم الأول؟ طبعا السيدة أم كلثوم.
يعني ايه اكتر اغنيه بتحبها؟ كلثوم تتحب كلها على كله بعض. على بعض بس انا المفضل شخصيا انا بحب قوي رباعيات الخيام، بحب اراك عصيه الدمعي، بحب قوي قوي فات الميعاد طبعا لبليغ حمدي. كان نفسي قوي اكتر فنان احساسه واصل لكل الناس هو عبد الحليم حافظ. يعني ده من ضمن الامنيات اللي تمنيتها ان انا كنت عبد الحليم يغني لي مع حفظ الالقاب وموزارت العرب بليغ حمدي لحن لي. دي مع ان انا قابلت الاستاذ بليغ حمدي في اواخر ايامه، فده كان من امنيات حياتي ان انا اكتب نص يلحنه بليغ ويغنيه عبد الحليم حافظ. في اغنيه معينه كتبتها وانت بتكتبها وبعد ما كتبتها قول لي اه يا ريت كان العندليب يغنيها دي؟ ما انا مش عايز اقول بقى عشان هي اتغنت. عشان اللي غناها. عشان هي اتغنت. لا بس دي معنى كده ان اللي غناها ده حاجه عظيمه جدا، تبقى انت بتفكر ان كان عندليب. انا اتعاملت مع كل الناس. اه. اللي يعني يعني انا عمرو دياب مثلا عامل له 50 جنوه. فاكتر واحد يعني غنى لي اغاني عمرو دياب وعمرو السوبر ستار وسميره سعيد وميادة الحناوي، انا عملت غنوه لميادة الحناوي ومحمد فؤاد وعلي الحجار ومحمد الحلو، مش عايز انسى حد، كل الناس غنت لي. لكن طبعا انا غصب عني لان انا اتربيت على ذوق عبد الحليم وحفله الربيع وموعود معايا بالعذاب موعود يا قلبي، فانا ذوقي هو عبد الحليم حافظ شئت او لم اشأ. يعني في مغني يقول لك ايه انا الكلام ده طب لو غيرت لي الكلمه دي طب انا مش حاسسها طب لا عادي ده عادي عادي جدا. اذا ما كنتش تبقى فنان ديمقراطي فانت مش فنان. حلو. انت تبقى فنان فاشيستي يعني وديكتاتور، ده انت لازم بتسمع في وقت معين بتوصل لما نختلف رأي انا اللي هيمشي. لكن لازم اسمع وبسمع من كل الناس على فكره، وفي الكتابه وفي كتابه المسلسلات وفي كل حاجه لازم اسمع. يعني دكتور مدحت يعني نورت الدنيا، شكرك. واحنا اللي ضيوفك في العالمين والساحل، انت صاحب مكان صيف شتاء وبتنصح الناس كلها ان البحر وجماله في الشتاء كمان ليه طبيعه خاصه واحساس تاني. بدعو المصريين اولا، احنا بنختم، فانا عايز الكلمه الاخيره بقى من حضرتك. بدعو المصريين اولا بجد، والعرب قول لهم يا جماعه هناك معجزه حقيقيه اسمها الساحل الشمالي ومدينه العالمين، تعالوا صيف شتاء البلد بلدكم وبنستقبلكم في قلوبنا قبل بيوتنا، اهلا بيكم في العالمين. نورت الدنيا يا دكتور. شكرك. اشكرك شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. بشكر حضراتكم ونشوفكم دايما على خير، ومن العالمين الجديده ومهرجان العالمين بنكمل لقاءاتنا وساعه بساعه ولحظه بلحظه كل جديد وكل فعاليه وكل حاجه حلوه في بلدنا بننقلها لحضراتكم.